انا بنصح نفسي والله قبل كل، طول ما التليفون ورانا اخشى الا ندخل الجنه. ما تزعلوش مني والله العظيم، التليفون ده مفسده. كنا زمان نقول التلفزيون مفسده، التليفون النهارده مفسده. واي مفسده، انا انصح نفسي واياكم دائما تكن حذرا من هذه الافعى التي في جيبك. انا بتكلم عن نفسي، انتوا حرين. انا اسال الله ان يثبتني في البعد عنه، امين. ما تقوليش بقى انت شيخ وانت فوق الستين سنه، ده انت مبسوط قبل الكلام ده، الكلام ده يعجبك، لان ده حقيقه. صح والله حقيقه. وافسد ما يكون هذا الهاتف انما يكون في يد النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. اني اسال الله تبارك وتعالى باسمائه وصفاته ان يدبر امورنا وان يستر احوالنا وان يقينا واياكم شر الفتن ما ظهر منها.